هذا الهايد اللي راح نصور من داخله العقبان، وراح يتصرفون على طبيعتهم بسبب الزجاج اللي يعزلنا عنه. نستخدم الأعشاب عشان نغطي الأكل اللي نحطه حق الطيور في المكان اللي يطبون فيه، وبنفس الوقت يعطي شكل جمالي حق المكان، فلما يطب الطير كأنه مكان الطبيعي. ونستخدم الزبدة عشان نجذب الطيور، لأن الطيور تدور الدهون في الجو البارد. عقب ما خلصنا وجهزنا الهايد والمشرب من برا وحطينا الأكل حق الطيور، نبتدي ننطر ونجهز عدتنا ونكون جاهزين لأي لقطة حلوة. الحين نازلين بهذه المنطقة، هذه تنتشر فيها البومة طويلة الأذن بكثرة بين البيوت، وإن شاء الله الله يوفقنا بلقطة حلوة. هذا صاحبنا الحين حصل لنا بومة، بنجاب لها الحين.